بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. كورة كورة ذات يا قطة عشرة. تسلم ايدك يا محمد. تعال تفضل. تسلم ايدك زي ما انت. ذات تقريبا حبة تعيش لي انا من البيت. عشان ايه قد كام واحد كده؟ بصي اتفضلي عشان كريم تحت اعملي مثلا لكريم تحت ما عندهمش مكرونة ولا رز. 10 لتحت وخمسة ليا ب 15. زي النهاردة عاملة أكل إيه مكرونة وكبدة؟ اه. ماشي. مليانة ولا إيش؟ تسلم إيديك. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله احنا نفس. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى ان شاء الله عاملين مكرونة محمرة بس من غير طماطم المرة دي، وعاملين كبدة بالردة. هقل طبعا الكبدة تحت عشان خاطر تبقى سخنة كده وحلوة، مش خاطر الدخان والزيت والحاجات دي. محمد تحت بيظبط لي القعدة تحت، وانا هولع على المكرونة احمرها وحطها تستوي هنا على الشعلة. انا حمرت حلتين، دي الحلة الثالثة. خاطر ايه؟ عايزة ابتدي من دلوقتي يا دوب. اتبل الكبدة دلوقتي. بعد ما اتبل الكبدة على طول. وبعد ما اتبل الكبدة. اتبل الكبده على ما ايه، طبعا انا بحب اقشرها واربطها في سنه. اتبل بقى الايه الكبده، انا حطيت تصفى من الدم اللي فيها اللي خل. وعندي ايه تاني؟ استنى نروح هنا كده، نجيب من هنا كمون وكزبره. بهارات مشكلة بقى عيني دي. دي بقى ايه؟ نصب بقى عليها كام ليمونة. نحط الكبدة. طبعا بعتنا الكبدة تتقطع بره. جات لنا نصها متقطع عصافير. ونصها بتقطع شرايح. ربنا يستر بقى وتكفي. بسم الله. نجيب بقى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قلب بقى الكبدة كويس في التتبيلة. وبعد كده بقى ايه نشوف المكرونة. ناخد بقى ايه زي الفل، ناخد الحلة دي نحط فيها مكعبات مرقة اهو. زي الفل. دي واحدة بس. حط في كل حلة 5-6 مكعبات مرقة كده يديها طعم حلو. خد يا فؤاد. خد قول لي. عايزاك تقول ليه؟ بس شكرا. ولع الحل وارجع اكمل تحميل الثانيه. شويه من البهارات المشكله الحلوه دي. ايه
حطيت الملح، طشش حطيت فيها مكعبات، من غير طماطم النهارده، المره اللي فاتت كان فيها طماطم وانا من غير طماطم. نعمل ايه؟ نحط الميه. بسم الله نحط بقى ميه عليها تاني، نقلب شويه لحد ما اجي ما يفور، ما اجي يدبل نجيب كده، ازود بقى ميه واسيبها تسيب براحتها، ازود ميه تاني، سيب التعبيله ميه. ادي حله اهي، الحله التانيه انا عملتها، بصوا بقى لسه هحمرها دلوقتي. ادي حله اهي على الشعله، وغطيها بقى واسيبها تستوي هنا براحتها، وحط حله جنبها والحله التانيه حمروها على العين اللي فوق، وانا هكون تحت عشان هنزل كده دلوقتي.
يلا اشتغلوا كراسي الكراسي اشتغلوا. مش عارف ازاي انت لسه صاحي. صلي على رسول الله. صلي يا اللي بعد. سيب الدنيا وتجيني. امال احنا دلوقتي لما شافوك تحت كله هجم علينا. ماشي انت كده اللي بتعملي لنا الزحمه. طيب ماشي ياكلوا بس انت كده ما هيجموا علينا ومش ما نعرف نعمل اي حاجه في النهار. والعده ما تقولي لي طلعها ونزلي. ماشي طلع العده نزل العده مش هفضل انا اطلع وانزل. خلاص خلصت خلصت السلام عليكم بقى.